السلام عليكم. النهاردة هعلمكم ازاي تدمجوا اكتر من فيديو في فيديو واحد، يعني ادنى حاجة فيديوهين فيما فوق. يعني طبعا بيبقى في اكتر من برنامج لدمج الفيديوهات، لكن انا عندي 3 برامج او برنامجين. ده لكن انا هستخدم ده بيبقى فيه ده سمارت فيديو اديتور، اللي هو ده معدل الفيديو الذكي. بيبقى فيه اكتر من حاجة زي ما انتوا شايفين كده، تغيير صوت وقص ودمج وتغيير صيغة والسرعة وحاجات كتير. هختار ميرج اللي هي الدمج. مثلا انا هدمج الاتنين دول، اللي انت بتختار الاول هو اللي هيطلع الاول في الفيديو اهو، ده وده، يعني ده اللي هيطلع الاول اللي انا حددته الاول، والتاني هو اللي هيبقى التاني في الفيديو. وبعد كده ندوس على علامة الصح دي، وممكن تبدل بالطريقة دي، بتحدد الفيديو وتبدله كده. بعد كده بندوس على ميرج اللي هي دمج. طبعا ممكن عاملين كويك ميرج عشان يدمج بسرعة. ندوس اوكي. هنا لو عايزين نغير الاسم بندوس على البتاع ده ونمسح ونغير الاسم. دن، يعني تمام. هو المرات دمج بسرعة عشان الفيديو قصير. كده دمج في بعض. وبكده نكون دمجنا الفيديوهين، وبكده يبقى خلص موضوع النهارده. ما تنسوش تدعمونا بلايك وكومنت وباشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.